وجه عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تساؤلات مهمة لوزير السياحة والآثار بعد عرض جهود ورؤية وزارته لتطبيق برنامج الحكومة مصر تنطلق. وحول هذه المواجهة بين الوزير والنواب يدور الحوار في هذه الفقرة مع ضيفي الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق. برحب بحضرتك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بحضرتك. بشكل عام وبجمل مبسطة، كيف رأيت الحوار الذي دار بين الوزير وأعضاء مجلس النواب؟ والله أنا كنت شايف أنه الحوار كويس جدا من رأيي، من وجهة نظري الشخصية، وهو الراجل راجل بيتكلم من على الأرض، مش لا هو حالم ولا هو خيالي، هو الراجل بيتكلم بناء على المعطيات اللي عنده وإيه هو اللي موجود قدامه والمعطيات اللي موجودة في العالم دلوقتي، لأنه للأسف الشديد هناك بعض الناس اللي بتتكلم على أنه الأوضاع طبيعية، إحنا في أوضاع غير طبيعية تخص العالم كله، يعني العالم كله مش إحنا بس بيمر بأوضاع غير طبيعية، بمعنى أنه حتى لو أنا اتبعت كل الإجراءات الاحترازية يعني وده اللي بيحصل وأن العالم كله شهد لنا بيها، وعندنا شوية علامات معينة لأشياء تمت في مصر وادتنا جانب إيجابي، يعني خليني أبسط الأمور أكتر مع حضرتك. إحنا في الفترة الأخيرة الأخبار اللي كانت بتطلع عن مصر برة أخبار إيجابية، من ناحية اكتشافات أثرية جديدة، من ناحية أشياء تخص الاقتصاد، من الناحية الأمنية، كل الكلام ده بيتحسب عليه السياحة. إحنا الحمد لله يمكن من الدول القليلة جدا 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 في العالم اللي لسه عندها سياحة، عندنا سياحة على الأرض دلوقتي. طيب ننتقل لما وجه للوزير شخصيا من انتقادات بعد إلقاء بيانه. يعني إحدى النائبات تحدثت عن 5 مطالب لنمو وتنمية قطاع السياحة، قالت إن أول مطالب هي ظاهرة حرق الأسعار، بيع البرامج السياحية المصرية بأسعار رخيصة، هي من وجهة نظرها ظاهرة بتسيء لسمعة مصر دوليا. رأي حضرتك؟ شوفي حضرتك، دي مشكلة رهيبة، بس هل الوزير هيقعد، يعني أنا خلينا أرد الصح، هل الوزير يقدر يقعد على كل شركة هي بتتعاقد بكام وبتقبض كام؟ ما هو ممكن يتعاقد برقم واللي يقبضه رقم تاني، هو يكون بيحرق في السعر أو بيدي تسهيلات تانية خالص عشان يسحب. إحنا ما عندناش، هي الشركات تابعة لوزارة السياحة ولا تابعة لوزارة الاستثمار؟ لا تابعة يا فندم لوزارة السياحة. تمام. ولكن بعض أصحاب الشركات من ضعاف النفوس بيبقى عاوز يحتكر الشغل كله، فبيقدم تنازلات وبيقدم أرقام تكاد تكون مضحكة لمجرد أنه يستحوذ على الشغل. وهناك حل على فكرة، أنه إزاي تحكم الأمور دي، أنه الناس تدفع ضرائب على حد أدنى، الدولة تحط حد أدنى، ولكن هيرجعوا يقول لك طب وفين التنافسية؟ أنا ما بنقولش فين التنافسية، بنقول حد أدنى والدولة تاخد ضريبها على الحد الأدنى. إذن في ناس يعني حتى لو قالت أنا ببيع ب20 وهو أساساً بيبيع ب3 أو ب4 هيدفع الضريب على ال20 ويمكن يلتزم ساعتها. ده رأيي الشخصي من واقع خبرتي، أنا بقالي 30 سنة في المهنة وشايف إنه أيوة اللي أثارته السيدة النائبة عظيم، ولكن ايه هي الآلية؟ هم اللي بيسنوا القوانين، ايه هي الآلية اللي تكون للضبط موجودة في القانون عاصفة انه اي واحد يحيد عن الكلام ده تغلق المنشأة بتاعته او تتسحب رخصته، ولازم يكون في قانون رادع في الفترة يعني الجاية. يعني دي آلية خاصة بمجلس النواب. مضبوط يا فندم. طيب النقطة الثانية اللي اثرتها إقامة المزيد من المشروعات السياحية العالمية بمستوى ترفيهي عالي لتزيد من قدرة مصر التنافسية بين الوجهات السياحية، هل حضرتك بتتفق مع ده؟ هل مصر بحجم أثرها بأماكنها السياحية المتنوعة هل ينقصها المشروعات الترفيهية؟ احنا بنخاطب مثلا من ناحية ثقافية، بنخاطب من خلال الاكتشافات الجديدة. الاكتشافات الجديدة بتخلي الناس عندها شغف وعاوزة تجيلك، اللي هم مهتمين بسياحة الآثار. السياحة الترفيهية وهي دي اللي عددها أكبر في العالم كله دلوقتي، ولازم نعترف انه بتبقى محتاجه مش حاجات ترفيهيه، يعني مش هنعمل يانيت نعمل ملاهي زي مثلا ديزني او نعمل حاجه زي سي وورلد، يعني ما يصحش ان بلد زي مصر تبقى بتبص على البحر الابيض المتوسط وعلى البحر الاحمر وما عندناش مركز بحوث
علوم البحار ويكون عندنا حاجه زي سي وورلد في فلوريدا. ده تبقى حاجه كويسه، يبقى مشروع كبير جدا، ولكن مش دور الدوله انها تعمله، ده المستثمرين. قطاع الخاص. فالمستثمر النهارده عشان يعمل الموضوع ده برضه محتاج تسهيلات، ومحتاج في الظروف اللي احنا فيها انه يبقى عنده حاجات، عنده قوانين عمل مكبله، انه وانس ان العامل اتأيد ما اقدرش امشيه، لانه طب لو اساء في العمل، لو قانون العمل كل الكلام ده لازم يتغير. حزمه طيب. من القوانين رهيبه لازم يتنظر اليها. احنا انا في القطاع بتاعي ماشيين بقانون سنه 1900، يعني قانون 21 لسنه 83، يعني كلام لا يعقل، فمحتاج تجديد. احدى النائبات ايضا استاذ وليد تطرقت لتسجيل المباني، اي مبنى قديم يتخطى عمره 100 عام بواسطه هيئه تسجيل الاثار، وكان رد وزير الاثار البعض انتقد رده انه لو انا سجلت كل مبنى عدى عليه 100 سنه فانا هسجل نص اثار مصر. كيف رايت هذا التصريح، يعني الطلب والتصريح اللي خرج من الوزير؟ انا بيت جدتي 122 او 123 سنه، اثر يعتبر اثر دلوقتي. يعني الى حد، يعني هو طبعا في حاجات صعبه انك انت هتسجلي مصر كلها، ولو يعني حصل صحوه في الفتره اللي فاتت في ترميم الاثار، لكن الناس للاسف الشديد ساعات بتنساق ورا السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وبدون تحقق يعني يبداوا يتكلموا عن الـ مثلا، هي حاجات اصليه للاسف الشديد، هي كلها حاجات فيها مشاعر، واحنا شعوب بنتاثر جامد جدا لما نيجي نقول احنا المنفعه العامه محتاجين نشيل المدافن بتاعه الاسره الفلانيه. ناس ما استخدمتش الهدف الرئيسي وقالت الحقيقه، بل بدات تلجا تقول ده هنا مقابر مماليك وده هنا مقابر مش عارف ايه. الكلام ده كان سبب بعد كده انه مش موجود. النهارده عشان نسجل البيوت والقصور اللي موجوده في مصر تاني، انا قلت لحضرتك انا بيت جدتي هيضطر نسجله، هو بيت طبيعي جدا وعادي جدا، وفات عليه 23 سنه فوق ال 100 سنه. اشياء كتيره جدا 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 مصر محتاجين طبعا ميزانية تانية غير ميزانية الدولة بتاعتنا بالكامل عشان تشتغلي على قصة الآثار وترميمها وصيانتها وتشغيلها. وبعدين اللي أهم من ده كله، لو عندنا آثار في مناطق معينة طب أوصل السائح ليها إزاي؟ حضرتك كنت مستشار وزير سياحة السابق وأيضا بتعمل بالإرشاد السياحي، كيف تأثرت خلال الفترة الماضية سواء في أزمة الكورونا أو ما قبلها، لأنه كان معروف أنه السياحة في مصر تأثرت لسنوات من بعد تقريبا 2011 حتى عادت مرة أخرى ثم تأثرت بالجائحة. أنت يعني كوليد كيف تأثرت في الفترة الماضية؟ فترة من 2011 إلى النهاردة، فأنا أقدر أقول لحضرتك من 90-95% التأثر كويس، مع أنه كان في فترة اللي هي في 2015 إلى 2020، ودول 5 سنين، يعني كان بدأ يحصل عودة للسياحة، بدأ يحصل يبقى عندي شغل، بدأ يحصل يبقى عندي جدول، وين بدأ يحصل إن عندي ضغط، وكنت في أوقات برفض شغل لأنه عامل overlapping أو كده. لكن لما تيجي حكيت لي طب أنت قلت رقم كبير جدا، لأنه أنا كان عندي من 2011 خسارة، فأنا كنت في فترة تعويض الخسارة، أنا كنت في فترة بحاول أقف، يعني أقف على رجلي مرة أخرى. أنا وزمايلي، أنا والقطاع كله، يعني كان عندنا في حصل كامباك رهيبة في 2015-16-17، المؤشر طلع لفوق رأسي جدا، 18 كانت سنة رائعة، 19 كانت يعني جميلة، إلى أول يعني يناير 20 فبراير، أنا كنت شغال يناير فبراير 20، ولما حصل الأزمة حصل التوقف اللي هو على مستوى العالم كله توقف قوي جدا. ولو لو لو سؤال حضرتك هتقولي لي مش كل الناس كانت زيكو، الفترة اللي فاتت كانت بدأت تتردد مقولة البقاء للأصلح، فكان يعني أنا وعدد كبير جدا من زملائي القدام شوية اللي جات لنا فرصة، والشباب الكويس جدا
كان شغال ويمكن شغال والله احسن مننا كمان، طيب لانه زي ما خليني بقول. اسال سؤال اتفضل. تاني يا استاذ وليد، لان حضرتك يعني استفدت تتكلم في اكتر من موضوع او شرحت النقط كلها من 2011 الى الان. هل البيان او حتى اسئله مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب رضوا حضرتك؟ يعني هل مسوا حاجه تخصك انت او باقي المرشدين السياحيين اللي هم بيمثلوا يعني جزء كبير جدا من قطاع السياحه في مصر؟ هل لقيت إجابة عن أسئلة تخصك لا يا أنت فندم، شخصياً؟ لا يا فندم، أنا كقطاع إرشاد سياحي ما كنتش موجود خالص في الأجندة الأسئلة اللي اتقالت للسيد الوزير، مع العلم أنه السيد الوزير لما جه اتكلم يعني عن حزمة الإجراءات اللي اتخذتها الدولة، اللي كان منها أنا شايف أنها بسيطة طبعاً، ولكن الدولة هتعمل إيه؟ أنا مش بقول إنه هي يعني الثلاثة الدولة كان مليار، المفروض الثلاثة تديني. مليار اللي تحدث عنهم وزير السياحة اللي خصصتهم وزارة المالية للبنك المركزي للبنوك الوطنية لدعم قطاع السياحة، هل الثلاثة مليار ما كانش منهم أي دعم تماما للمرشدين السياحيين ولا فقط للمنشآت السياحية بأفرادها؟ لا يا فندم، كان السيد الوزير شملنا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مع دولة رئيس الوزراء بمبلغ قرابة ال 25 مليون جنيه، كانوا مخصصينهم لعدد 14,000 مرشد، بواقع انه كانوا هيدوا 500 جنيه في الشهر، يعني 1000 جنيه صرفوهم، قالوا هيتصرف على مرتين 1000 في 1000، شيء من انواع المساعدة سريعة، تدخل سريع، جنيه هعمل بيهم ايه او 500 جنيه هعمل بيهم في الشهر. لكن لما تحطي حضرتك ال 500 دي 4 500 ب 2000 جنيه في عدد المرشدين 14,000، احنا بنتكلم في قرابة ال 25 مليون، وما يعني 24 مليون وحاجة. تمام، أنا بشكرك جدا أستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق، شكرا جزيلا للمشاركة، ميرسي لحضرتك.